التنويم الإيحائي وهو حالة ذهنية وهادئة ومسترخية، ففي هذه الحالة مشاهدينا الكرام يكون الذهن قابلا بشكل كبير للاقتراحات والإيحاءات. التنويم الإيحائي هو حالة طبيعية جدا، ويمكن القول بأن كل شخص سبق ومر بتجربة كهذه. فعندما تستغرق في قراءة كتاب معين، وعندما تركز كل التركيز بمشهد أو فيلم معين، عندما يغرق ذهنك بالأفكار والتركيز بموضوع معين إلى آخر من أهم التركيزات، فهذه كلها حالات طبيعية من التنويم الإيحائي، حيث ينصب التركيز الذهني الشديد الذي يضع كل الأشخاص والأشياء من حولك خارج نقطة التركيز تلك. لقد لعب التنويم المغناطيسي أو الإيحائي لآلاف السنين دورا كبيرا في مجال الشفاء والمداواة. وحوله مشاهدينا الكرام نستضيف الدكتور زهير خشيم، أخصائي التنويم الإيحائي. صباح الخير دكتور زهير. صباح النور. يعطيك سهلة. العافية. يعافيك. فرصة سعيدة يا دكتور. شكرا جزيلا. يسلمك. أنا ما راح أقول لك هنبدأ، عطني نومة كذا ساعتين خلينا نرتاح شوي. دكتور بداية خلينا نتحدث عن التنويم الإيحائي. يعني حصل لغط كبير يعني من ناحية خلينا نقول الناحية الشرعية الثقافية الاجتماعية، لكن ببساطة ما هو التنويم الإيحائي؟ التنويم الإيحائي قديم، علم قديم من أيام الفراعنة، بعدين اشتغل في فرويد، وبعدين اشتغل في المؤسس حق سيميرمرز فيها. التنويم الإيحائي احنا بنتعامل مع العقل، زي ما انت عارف عندك العقل الحاضر والعقل الباطن، الاثنين مع بعض، الاثنين شغالين بالطريقة هذه، عندنا العقل الحاضر وعندنا العقل الباطن. في كثير من الأحيان ودائما نحن بنقول إيش، أنا ما أقدر أعمل الشغلة الفلانية، أنا ما أقدر أسوي الحكاية هذه، أنا الاختبار عندي صعب. هنا مفهومي أنا عن نفسي أنه أنا ما عندي المقدرة لأشياء كثير. طيب كيف نغير الفكرة هذه؟ كما تعلم أنه كل حاجة في حياتنا بدأت بفكرة، فكرة جات انبنت اتربت من خبراتنا السابقة الغلط، حصل لي موقف معين وخلاص بعد كده انا رتبت عليه انه انا ما اقدر ما اقدر ما اقدر. عن طريق التنويم الايحائي هنا احنا ايش بنسوي؟ بنعمل عملية استرخاء للعقل الحاضر، وبنتكلم مع العقل الباطن اللي هو سجل معلوماتنا اللي بنخزن فيه من يوم الولادة الى غاية اخر دقيقة في حياتنا، كل حاجة بتسجل فيه. لكن ايش اللي بيحصل؟ احنا بننسى، لانه الملفات زي ما تقول بترجع ورا 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 ورا، فبنتذكر ايش الحاجات الظاهرة فيها، الحاجات اللي علمت في حياتنا، لكن أسباب ليش أنا أخاف، ليش أنا بننساها. وهذا ما يسمى بالعقدة النفسية. في ناس كثير مثلا يقول لك أنا أخاف من السباحة، أخاف من الطيران، عقدة نفسية. تسأله السبب إيش، يقول لك ما أعرف، بس كده بس كده. فعن طريق التنويم الإيحائي إحنا إيش بنسوي؟ بننوم العقل الحاضر وتشتغل على الباطن، نشتغل على الباطن، نرجع ندور في السجلات هذه، نرجع في السجلات إلى غاية تانية ابتدائي، ثالثة ابتدائي، رابعة ابتدائي. مثلا إذا حبيت تتذكر زميلك اللي كان معك في المدرسة، صاحبك نسيت اسمه، المدرس اللي كان يدرسك. نعم. بالطريقة هذه، هذه حلاوة التنويم الإيحائي، سريع ومريح. يقولوا أنه يفقد السيطرة، يعني ممكن تقوم أنت تسوي أي شيء وتفضح وتقول عجائب وقصص، صحيح الكلام؟ والله هذا ما سمعنا عنه في التلفزيون وفي الأفلام السابقة قديما. أول حاجة. نعم. أول حاجة أستاذي محمد أنك أنت بتنام برغبتك. هذه حاجة، أنا أبغى أتخلص من المشكلة هذه. أنت بتجي تقول أنا أبغى أتخلص من المشكلة هذه، جميل، إيش مشكلتك؟ والله مشكلتي أنا مثلا إيش، أخاف من الطيران. حصل لك موقف معين؟ والله ما أتذكر. فتيجي هنا أنت تسوي استرخاء، نتكلم مع العقل الباطن، متى آخر مرة كنت في الطيارة وحصل لك موقف؟ يقول لك أنا كنت في مكانة مطبات، شفت في التلفزيون حدث معين. هيرجع يتذكر. هيرجع يتذكر. هيرجع يتذكر. نغير له الفكرة هذه، شايف؟ ونرجع إيش، يصحى تاني. طبعا بالتأكيد هو يعني السؤال هذا سألته كثير، بيقول لك إيش، أنا كنت واعي. شوف يعني مو معقول أنت حتكلم واحد نايم. صحيح. فهو واعي بس مسترخي، هيتجاوب معك اصلا من خلال مسترخي، اعصابه مرتخيه. فانت بتتكلم مع واحد هو عارف ربنا سبحانه وتعالى ايش بيقول، لا تاخذه سنه ولا نوم. انت بتحطه في وضع السنه اللي هو بين الصاحي وبين النايم. هذه حلاوه التنويم، انت واعي عارف ايش بتقول. بعدين كمان لا تنسى في حاجه مهمه، انه العقل لا يعترف على نفسه. يعني لو الكلام هذا صحيح كان استخدموه في المباحث الجنائية، يجيب لك المجرم في التحقيقات، يجيب المجرم يقول له أنت قتلت، أنت سرقت. العقل لا يعترف على نفسه. عشان نفرق دكتور زهير ما بين أن الشخص اللي يكون نايم ويقوم يتكلم ويفضح اللي صار في اليوم، ما بين التنمية، هل هو يعني نوع من يعني في ترابط ما بينهم؟
عد لي النقطة هذه، شخص يكون نايم ويصحى يتكلم. يعني في ناس تكون نايمة وفجأة تقوم في الليل تحكي وتتكلم عن اللي صار معها. هو لسه ما زال نايم، خلي بالك هذا خطرفة نوم، أخذ نوم وقام خطرفة يعني. نوم عارف باقي ما تشعر لسه يعني ما صحي. عارف اللي بيخرج من العملية ويكون لسه تحت تأثير البنج، هو نفس الفكرة، بيتكلم بيقول أنا سويت أنا عملت، نفس الحكاية هذه، لسه ما صحي. نعم لسه ما زال نايم، زي اللي بيتكلم وهو نايم، زي اللي بيمشي وهو نايم. شايف خطرفة نوم ما زال نايم. عارف انت لو جيت حسبتها كده وفهمتها انه الحلم عبارة عن ايش، هو تنفيس لرغبات مكبوتة. فنفس الفكرة، اللي بيتكلم هو نايم بينفس عن رغبة مكبوتة في داخله. نعم. اللي بيمشي هو نايم بينف رغبة، زي في اطفال كثير يقول لك ولادي بيمشي هو نايم ويجي عند الباب يبغى يخرج. صحيح. وفي ناس تقفل الباب وناس تربط يروح عند الثلاجة يبغى ياكل. اللي شغالين على الـ على الـ على الـ اللي ما تعشى اللي ما لا يقول لك كان بيعمل عملية مثلا تخسيس او حاجة زي كده، فتلاقيه راح للثلاجة وهو نايم، تنفيس عن رغبة مكبوتة. نعم. من خلال التنويم الإيحائي الآن يقولوا أنك أنت، هل الإنسان، خلينا أسألك، هل الإنسان يفقد السيطرة بمعنى أنه يبدأ يذكر أشياء ما لها علاقة بالمشكلة؟ أبدا ما يفقد السيطرة، ثق تماما، أبدا ما يفقد السيطرة، هو واعي واعي، والمنوم بيتكلم معاه في حدود المشكلة فقط لا غير. يعني لو سألته قديش عندك في البنك ما يبغى يجاوب، ما حيجاوب، لكن من خلال التنويم حيجاوب. حتى من خلال التنويم إذا ما عنده الرغبة، شايف، هي انتبه حكاية الرغبة، يعني لو كان تقدر والله الزوجات هينبسطوا بالتأكيد يعني بالتأكيد يتابعوا الآن ويعرفوا كيف. نعم بالتأكيد. ما عنده الرغبة، ما عنده الرغبة. شايف، ما لا هو جايك يقول لك أنا عندي المشكلة هذه حلها، غير كده حوالين هذه المشكلة ما له أي علاقة في الموضوع. خلينا نقول الآن، يعني إذا كان في كلمة الساد دكتور زهير توجهها للسادة المشاهدين لتعزيز المفهوم الصحيح للتنويم الإيحائي. أول حاجة اللي نهتم فيها هو عندك حاجة اسمها الضغوط النفسية، هذه مهمة جدا. توافق معايا لو قلت لك 80% من سبب الأمراض سببها الضغوط النفسية؟ نحن نعاني من ضغوط نفسية شديدة شديدة، زي ما تأخذ أنت كده مثالا، مثلا الجوال، الجهاز التليفون اللي عندك بيعلق أحيانا، إيه سبب تعليقه؟ أنه انضغط. طب هل رأيك بني آدم ما بينضغط؟ إشارة المرور بتضغطه، آخر الشهر بيضغطه، أولاده بيضغطوه، عمله بيضغطه. طب لما ينضغط 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 إيش بيصير فيه؟ هذه المشكلة. زي الآن لو أنا مثلا شلت المخدة هذه، شلتها بيدي هذه، هل وزنها حيزيد بعد شوية أو حينقص؟ إيش رأيك أنت؟ أكيد لا. لا بس يدي إيش صار فيها؟ تهتز يدي، تعبت. جميل. تخيل معايا هذه مشكلة وأنا شلتها، أكيد هيصير فيه. شايف، أنا شلتها، لما أنا حشيل مشكلة زي هذه ومشكلة زي هذه ومشكلة زي هذه ومشكلة، هتلاقيني ماشي وأنا تقيل ومضغوط، ولك نفسيتي مضغوطة. بالفعل إحنا نحتاج، لكن أنا أدعوك الآن طبعاً تابع طبعا احوال الطقس مع الزميل عقيل وتعمل له التنويم الايحائي بعد الفقره هذه. ماشي. خليه ياخذ له ساعه كذا. الدكتور زهير خشيم استشاري اخصائي التنويم الايحائي، يعطيك الصحه والعافيه وشكرا لك. شكرا.